عليكم جونيور وام، اهلا وسهلا بيكم. هنكمل مع بعض تدريبات الكتاب، تدريبات البوكلت. بعد ما خلصنا تدريبات الكتاب صفحه 141، صفحه 141 تدريبات حرف الهاء. يلا بينا جونيور وام. احنا خدنا ان حرف الهاء لما بيجي في اول الكلمه زي كلمه ايه؟ هرمون. وسط الكلمه زي كلمه نهر، فهد، كهف، هدهد. في اخر الكلمه قلنا ليه شكلين، يا اما الهاء المربوطه رقبه او المربوطه خمسه زي كلمه مياه او وجه. هنكتب دلوقتي مع بعض جونيور 1 في الجدول اللي مكتوب عندنا في اشكال حرف الهاء. حرف الهاء بعملها كده زي نص دايره كده، بقربها شويه وبعدين امشي على السطر وارجع اعمل خمسه وتمد ايديها على السطر. نعمل تاني دايره او نص دايره نزلة شوية وأكمل بيها على السطر وأعمل جواها دايرة صغيرة وتمد إيديها على السطر يا جونيور وان. ها نص دايرة أطولها شوية وبعدين جواها دايرة صغيرة، نص دايرة تمد إيديها على السطر وأعمل جواها دايرة صغيرة. ده شكل الهاء. هاء فتحة، هاء هاء كسرة، هي هاء ضمة، هو هاء سكون. ها طبعا مش هعرف انطقها لوحدها، لازم تتكتب تتقرب على اللي قبلها. السطر ده هتعملوه في البيت لوحدكم. هنا هاء فتحه زي كلمه هرمون، هرمون. ناخد بالنا يا جونيور وان ان احنا بنكتب على السطر. هاء كسره زي كلمه هلال، في حروف بتنزل من على السطر وحروف لا. الحروف اللي بتنزل من على السطر، الحروف اللي بتبقى على السطر ناخد بالنا ان هي تبقى على السطر بالظبط عشان يبقى خطي حلو. نكتب كده يا جونيور، نص دايره جواها دايره صغيره، نص هنا بقى هدهد، هنا يا جونيور خدوا بالكم ان السكون مش هينفع يجي في اول الكلمه فلازم يجي في الوسط، تمام؟ فانا عندي هاء سكون، فه دل، فه دل، فه دل. كملوا الجدول مع بعض يا جونيور وان شاء الله ندخل على الصفحه الثانيه. استنى مع بعض جونيور 1 نحل التدريبات. سين واحد بيقول ضع الصوت المناسب مكان النقط. ها ها هي هو ها، في كل الكلمات هحط حرف الهاء. لما اجي هنا اضع حرف الهاء هتبقى كلمه هي لا لون، يبقى ايه؟ فتحه ولا كسره ولا ضمه ولا سكون؟ لا فعلا كسره مسجاه. هي لا لون، هد هدر، ها ضمه، نه نهر، هاء سكون، سهم، هاء سكون، زهور، هاء ايه؟ هاء ضمه، هدية، هاء فتحة. السؤال التالي أكمل شبكة مفردات الحرف. عندي حرف الهاء، كان ايه شبكة المفردات؟ شبكة المفردات هديك حرف وتجيب لي عليه كلمات كتير زي كلمة بالفتحة بالكسرة بالضمة بالسكون. فتحة زي كلمة ها را مون، كسرة زي كلمة هي لا لون، ضمة زي كلمة هد هدن، سكون زي كلمة فهد أو سهم. السؤال الثالث، السؤال الثالث يا جونيور 1 بيراجع معايا على أسماء الإشارة. كلمة بتقول إيه أسماء الإشارة؟ أسماء الإشارة بتركب في الطيارة، بتشاور على المذكر وتشاور على المؤنث. هذا للمذكر، هذه للمؤنث، هؤلاء جمع، هؤلاء جمع. أحسنتم يا جونيور 1. طيب كلمة أمي، هذا ولا هذه ولا هؤلاء؟ شاطرين، هذه أمي.
على هؤلاء. قلم مفرد مذكر، هذا احسنتم. باسم صاحبي يبقى ايه؟ هذا احسنتم. بسمة صاحبتي هتبقى هذه. معلم هياخد هذا. تلاميذ ها جمع هنقول هؤلاء، هنقول هؤلاء هؤلاء. ضابط هتبقى هذا، اشاور عليه واقول هذا ضابط. دراجة هذه. احسنتم. نقلب الصفحة جونيور وان وندخل على السؤال الرابع. بيقول ايه معايا السؤال الرابع يا جونيور وان؟ بيقول صل الصوت بالصورة زي اللي احنا كنا عملناه في كتاب الوزارة، اللي هو ايه؟ نمص للصورة ونروح نوصل بالحرف وصوته. صورة هدهد ها ايه؟ ها ضمة. هرم ها فتحة. هلال ها كسرة. نهر ها سكون. السؤال الخامس، صنف الكلمات في الجدول التالي. جايب لي كلمات كتير يا جونيور وبيقول لي حطيها في الجدول. يا القمرية يا الشمسية. القمرية وال ايه؟ شمسية. ايه هي يا جونيور وان؟ حروف اللام القمرية فاكرينها؟ ايوه اللي كنا بنقول ايه؟ بنقول جحا غبي فك مخه وقع. ها جحا غبي فك مخه وقع. احسنتم يا جونيور وان. حروف اللام الشمسية زي ايه؟ ست اخوات واتنين اصحاب. ست اخوات واتنين اصحاب. التاء والساء، الدال والذال، الراء والذال، السين والشين، الصاد والضاد، الطاء والظاء، واللام والنون. احسنتم حبايبي. اللام القمرية، احنا قلنا ان اللام القمرية اللام عليها سكون. احسنتم. واللام الشمسية الحرف اللي بيجي وراها بيبقى عليه شدة، دي علامة لما تشوفها تحط الشدة مع اللام الشمسية. اللام القمرية تنطق، لكن اللام الشمسية لا تنطق. أحسنتم. القمرية، أنا عندي كلمة النهر، انطق كده معايا تاني النهر. أولاً النون عليها شدة، تاني حاجة اللام ما اتنطقتش، تبقى دي لام إيه؟ برافو عليكم، لام شمسية. ليه يا جونيور وان؟ لان النون عليها شده، كمان النون اللام ما اتنطقتش، والنون من حروف اللام الشمسيه. عندي تاني حاجه الهاتف، لام عليها سكون والحرف اللي وراها الهاء من حروف جحا غبي فك مخه وقع مخه. هاء هي جونيور وان، فهنقول الهاتف الهاتف. بعد كده السهم، لام شمسية. أحسنتم. السين من حروف اللام الشمسية كمان عليها شدة. الوجه، لام قمرية، اللام عليها سكون والواو من حروف اللام الايه؟ القمرية. جحا غبي فك مخه وقع. المياه، الميم من حروف جحا غبي فك مخه وقع. المياه. الدراجة لام شمسية، حرف الدال من حروف اللام الشمسية كمان هو عليه شدة. السؤال السادس يا جونيور وان، حلل الكلمات حسب المقاطع الصوتية. حلل الكلمات حسب المقاطع الصوتية. تحليل الكلمات كنا بنقول ايه؟ قطع قطع قطع، واللي يصف في مقطع. الحرف المتحرك وحده والساكن مع اللي قبله والمد مع الممدود. يلا نحط صوت مع صوت وننطق الكلام مظبوط. والشدة بتتفك اتنين، الأول ساكن والتاني متحرك. الأول ساكن والتاني متحرك. يلا معايا يا جونيور وان. هرم ها ها رام هاتف. عندي حرف مد يتحط مع اللي قبله، المد مع الممدود. احسنتم. كهف، الساكن مع اللي قبله، الكاف الهاء الساكنه مع اللي قبلها. كهف. احسنتم. هديه، الهاء متحركه يعني عليها فتحه متحركه.
فتحة أو كسرة أو ضم، الهاء عليها فتحة، الدال متحركة بالكسر، بعد كده عندي الياء الياء عليها شدة، الياء هتتفك اتنين، الياء هتتفك اتنين، الأول ساكن والتاني متحرك بالفتح، فهتبقى أول ياء هتروح مع الدال، الساكن مع اللي قبله، الساكن مع اللي قبله، حطيتها كده مع الدال، هادي، وبعدين الياء المتحركة بالفتح، وفي الآخر خالص التاء المربوطة. هلال، الهاء كسرة يعني متحركة بالكسرة هتبقى لوحدها، اللام عليها فتحة وراها، ده اسمه مد بالألف يا جونيور وان، دي لام جواها ألف، ممكن أعملها بالطريقة دي وممكن أعملها إكس كده وأقفلها من تحت. هلال، المد مع اللي قبله. فواكه، الفاء عليها فتحة لوحدها، الواو عليها فتحة لوحدها، بعديها مد بالألف، المد بيروح مع اللي قبله فحطيت المد. الكاف تحتيها كسرة لوحدها، الهاء مضمومة لوحدها. بعد كده نشاط 7، اكتب بخط جميل، انت حبيبي هتكتبه في البيت الجدول ده. نشاط 8، بعد كده جونيور 1 السؤال اللي بعده، الهاء الممدوده اللي بيجي ايه؟ بيجي وراها حرف من حروف المد اللي انا شرحتها لكم في الفيديو اللي فات، بتاع مد الالف، مد الواو، مد الياء، وقلنا ان مد الالف لازم يجي قبليه فتحه، مد الواو يجي قبليه ضمه، مد الياء يجي قبليه كسره. مد الالف زي الهاء في فن، لاحظي حرف يا جونيور 1 ان حرف الهاء طويل عشان وراه حرف من حرف من حروف المد الطويلة، هاتف مش فتحة صغيرة، هاتف، فهود، سهير، تمام؟ بعد كده التدريبات، المد ضع دائرة حول حرف المد، هنا جونيور هنحط دائرة حوالين حرف المد، ها دي عندي مد ألف ومد إيه في الآخر، أيوة أحسنت، مد ياء، ليه؟ لأن ياء قبليها كسرة، فهود، مد واو، أحسنتم، سهير، مد ياء، زهور، مد واو، شهيد، مد ياء، هادي، مد ألف، كمان مد ياء، أحسنتم. نقلب الصفحة، استخرج الحرف الممدود واكتب حركته. ايه الممدود؟ الممدود اللي الحرف اللي بيجي قبل حرف المد، الممدود اللي قبل حرف المد، الممدود اللي قبل حرف المد، مد واو يبقى الممدود ها، مد واو في فهود، هنا كانت كلمة زهور، هنا فهود، مد واو، الممدود ها، ها دي مد ألف، الممدود ها، ومد ياء الممدود نون. شهيد، مد ياء الممدود هاء، هاء دي ممدود هاء وممدود د، سهير ممدود هاء والمد ايه؟ ياء. بعد كده جونيور 1 صل كالمثال، يعني ايه كالمثال؟ يعني هو موصل كلمة فهود مد بالواو، فعايزني اوصل الكلمات اللي فيها مد بالواو بكلمة مد الواو. ها سهير دي مد واو؟ لا. هادي؟ لا. زهور؟ ايوه، هنوصل كده. هادي فيها مد واو؟ لا. النشاط اللي بعد كده جونيور 1 سي 4، استمع وحدد الحرف المشدد. أنا هطلع الحرف المشدد وكمان نوع الشدة. أنا هقرأ لكم الكلمات دي يا جونيور 1 وحاول قبل ما أنا أقول أنت تكون قلتها. القطة، ها أحسنتم، الحرف المشدد حرف الطاء لأني وقفت عليه كتير. القطة، كأني بالظبط نطقت حرفين، القطة، نوع الشدة هتبقى إيه؟ شدة وفتحة. أمي، ها حرف الإيه؟ أيوة أحسنت، حرف الميم، شدة وكسرة.
نكمل مع بعض يا جونيور 1. أك توت أك أك توت، وقفت على حرف التاء. كمان هنا التاء بتبقى لام دي شمسية، فعليها شدة وإيه؟ شدة وضمة. مددت، بصوا بصوا ازاي يا جونيور 1 مش قادر ينطق الكلمه بشكل سلس كده، مش زي الميم وزي الايه؟ التاء، لا هي وقفت عليها اكتر، فهنا مددت الدال عليها شده وفتحه، ونوع الشده فتحه. التيب بعديها مد ياء، يبقى دي كانت شده وايه؟ وكسره على حرف التاء. يحب، ها برافو عليكم، حرف الباء شدة وضمة. المعلمة، أيوة برافو، لا شدة وكسرة. بكده يا جونيور فاضل لنا السؤال الخامس، اكتب ما يملى عليك، وبكده نتمنى ان شاء الله في البيت ونكون انتهينا من شرح حرف الهاء وتدريباته، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ودرس جديد. السلام عليكم ورحمه الله.